المستشفى من أجل عملية بسيطة في ساقها وخرجت على كرسي متحرك. جيهان واحدة من كثيرين تغيرت حياتهم تماما بسبب خطأ طبي، باتت تحتاج مساعدة حتى في أبسط احتياجاتها اليومية. صارت معناها العكس تماما، ما تصلحت شيء وتقلبت حياتي 180 درجة، وخسرت قرايتي وخسرت مستقبلي وخسرت كل شيء. تجهد العائلة في إيجاد حلول طبية لحالة جيهان، ينفقون كثيرا علها تستعيد القدرة على المشي. يقولون إن إنفاق المال هين من أجل ابنتهم، لكن مأساتهم تتلخص بإنكار الطبيب مسؤوليته عن وضع جيهان. كانت العملية على ساقها شوي اللي تعود كرومتها، ولت العملية على العمود فقط. عمل العملية الأولى الجمعة الأولى، الجمعة الثانية عمل زي عمليات في نهار في 12 ساعة، مش حتى في 24، في 12 ساعة عمل زي عمليات. من بعد وجهني للربط، من وجهني للربط ما يستعرف يجي من الطبيب. تتكرر شبهة الأخطاء الطبية في تونس بشكل ملحوظ، وتكمن المعضلة الحقيقية في عدم اعتراف الأطباء بتلك الأخطاء، وهو ما يعفيهم من الملاحقة القانونية ويعيق مساعي الضحايا إلى التعويض وجبر الضرر. ديما ثم هناك تستر على الأخطاء الطبية، لخاطر إيش؟ عندهم أن يقول عندهم بالحق يتستروا على الأخطاء الطبية، لخاطر ما ثماش قانون. تفتقر تونس حاليا إلى قانون شامل ينظم قطاع الصحة ويفصل في قضايا الأخطاء الطبية، فمشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية لا يزال حبيس أدراج مجلس النواب، رغم أنه يحمل حلولا لبعض هذه القضايا ويضمن تعويض المتضررين. تستمر الأخطاء الطبية في تونس بحصد ضحايا، ويتواصل إنكار وقوعها من قبل مسؤولين، وفي غياب نص قانوني يحمي المتضررين تضيع قضايا الأخطاء الطبية في أروقة المحاكم وتطول معها إجراءات التقاضي. علي القاسمي، العربي، تونس.